في ذو التسلسل المحدد. اليوم الأربعاء إن شاء الله محاضرتنا تكون بتثبيت المعادلات وإخفائها بأوراق العمل لمنع التلاعب والتغير. إن شاء الله اليوم أستاذ حسن المحاضر، المدرس المساعد حسن بدير هاشم من قسم التقنيات الكهربائية في معهد إعداد المدربين يلقي المحاضرة. أستاذ حسن جاهز؟ مساء الخير عليكم دكتورة أهلا أهلا، والمشاركين مساء جميعا. إن شاء الأنوار. الله إن شاء الله جاهزين، نعم أهلا وسهلا أستاذ. راح نبدي وياكم مشاركة العرض. ظهر لديكم العرض إن شاء الله؟ إي نعم ظهر. نعم أستاذ حسن واضح. طبعا احنا حقيقة الشيت هو له اكثر من حماية، يعني باستطاعتنا نتخذ اكثر من طريقة لحماية الشيتات من التلاعب بالمعادلات الموجودة او المكتوبة، وكذلك الاخفاء لبعض البيانات التي قد نحتاج انه يعني نخفيها. المعادلة عندما تكتب ويتم تعميمها على الروز السطور الأخرى تبقى هذه قابلة للتغيير، يعني يجي أي واحد مجرد أنه ينقر على السطر راح يشوف المعادلة موجودة في شريط عناوين المعادلات أو ما يسمى بالفاكشنات اللي موجودة. المعادلة موجودة، خلينا نشوف الشيت الثاني اللي بي اصلا هي المعادله. هذا الشيت ما بي معادلات. أستاذ حسن نفس الشيء، الشاشة سوداء مال نفس الشيء مال البارحة، هم نفس الشيء. نفس الشيء. أيه. زين لحظه خلينا نشوف نعم هسه واضح، مساعدكم واضحة؟ واضح الحضور الكريم، واضح عندكم؟ نعم واضح تمام واضح واضح. طيب المعادلات حتى يتم إخفائها، واضحة أنس دكتورة. أوكي، المعادلات حتى يتم إخفائها هناك أكثر من طريقة. واحدة من هذه الطرق أنه نختار كل الشيت نظلله، وبعد ما نظلل هذا الشيت نذهب إلى يعني خيارات متعددة. راح أعطيكم بس الخيار الأول تشوفونه، لكنه يحتاج خطوات كثيرة إلى أن ننتهي من هذا الخيار، نذهب إلى الخيار اللي هو أكثر بساطة، يعني أكثر سهولة. فمثلا على سبيل المثال إحنا عندنا هنا في هذا الشيت معادلة، هنا عندنا اصلا ايضا معادله، يعني في هذا الحقل، الحقل اي بي معادله، هاي المعادله اللي هي اف دي تو اكبر او يساوي، وتم تعميمها على باقي الخلايا. بعد عندنا هنا اصلا ايضا معادله موجوده، هذا اصلا معادله، يعني المعادلة الأخيرة اللي موجودة الآن هذا اللي تظهر هي أمامنا. اللي يجي أي واحد الآن بإمكانه يتلاعب بهذه المعادلة بطريقة بسيطة جدا، أما يحذفها كلها بإمكانه يحذفها. فعند ما يجي المستخدم ويشوف أنه هذه المعادلة ما موجودة راح يتوقف عنده الشغل، أو هو نفسه المستخدم عند ما يتم شغل في مكان محدد ويقوم يتلاعب، مثلا يقوم يكتب يساوي ما يدري، راح يلغي المعادلة. المعادلة الآن هسه هذا هنا ملغية، لغت هذه المعادلة، تلاحظوها كتب يساوي لغت بعد المعادلة اللي هذا في الحقل أو في الرو الثاني.
اللغط ليش؟ لانه خلى يساوي واشغل الخليه وبالتالي ما راح كتب بها اي شيء. فلغت ما موجود في داخلها من الاساس. نسحبها من جديد راح ترجع لنا هذه الخليه من جديد. طبعا مره لا يمسح الرو كله. الرو كله يمسحه ويجي يكتب بيانات جديده من مسح الرو كله. حتى الخليه هاي تعتبر من ضمن الرو حتى لو كانت بها معادله. فبالتالي راح تنمسح يعني تنمسح المعادله الموجوده من ضمن تعتبر من ضمن البيانات اللي موجوده ضمن الرو كله. فتنمسح من يجي يكتب بيانات من جديده فيشوف المعادله ما شغله عنده، هو ما يدري انه مسح المعادله مسح الرو فبذلك مسح المعادله الموجوده داخل واحد من هذه السيلز الخلايا اللي تنضم الى هذا الرو. زين، الحاله اللي احنا دائما يعني نشتغلها بالشيتات، ليش احنا نروح نسوي ليش ننقل معادلاتنا من الشيت نروح الى الواجهات اكثر امانا؟ ندخل بياناتنا من الواجهات، المعادلات ما تكتب بعد بالشيت. لان يعني الشيت قابل للدخول عليه، فما نكتب معادلاتنا بالشيت، مجرد الشيت يصير مخزن الى بيانات تاتي اليه من الواجهات. عندما نصمم الواجهه ونبدا نكتب معادلاتنا داخل هذه الواجهات، مجرد النقر على انتقال البيانات من الواجهه الى الشيت يصبح الشيت وكانه وعاء لاحتواء هذه البيانات، وما يحتوي على اي معادله، اي معادله ما يحتوي، انما كل المعادلات وين محفوظه؟ محفوظه بالواجهات. لهذا احنا عاده دائما عندما نستخدم التطبيقات ننقل كل معادلاتنا ندزها وين؟ ندزها الى الواجهات بدل ما ندزها لمن؟ الى الشيت، يعني يبقى الشيت عباره عن وعاء او مخزن لاستقبال البيانات التي يتم ترحيلها من قبل الواجهه، وبالواجهه راح نكتب كل معادلاتنا وراح نطلع ان شاء الله بعد ما نكمل شلون نحمي معادلاتنا راح نراويكم شلون يتم بسهوله. الحاله الاولى انه نظلل احنا الشيت كله ورا ما ظللناه راح ننقر بزر الماوس الايمن راح ناخذ الفورمات سيلز. من الفورمات سيلز راح نروح الى البروتكشن راح نشوف انه منطينا حمايه لوكال راح نلغي الحمايه راح اصبحت الان الخلايا التي تلاحظوها الخلايا التي تحتوي على معادلات اصبحت مظلله فقط الخلايا التي تحتوي على معادلات شبيهه تصبح مظلله. طبعا عن طريق هذا الخيار راح نذهب الى الريفيو ثم نذهب الى البروتكت شيت راح يقول لي انت تحمي هذه المعادلات؟ اقول له نعم، فيقول لي انطيني باسورد، راح ادخل له باسورد يرجع ياكد على دخول الباسورد، راح اقول له دخلت الباسورد الان اصبحت معادلتنا اللي تشوفونها موجوده. زين، حتى نلغي وجود هذه المعادله نذهب الى الشيت ثم ننقر الى عدم الحمايه، لان هسه بهالحاله هي الحمايه ما تحققت. رجعت المعادله اصبحت شنو؟ مظلله. نرجع لمن؟ نرجع الى البروتكت اللي انا رفعته، ارجع احميه من جديد. رفعه الحمايه الان اذهب الى الشيت اقول له سوي لي الى بروتكت راح يطلبون عندي باسورد، راح ادخل الباسورد يطلب يرجع من عندي باسورد ادخل الباسورد. الان هذه الخليه لو ناخذ الصف الاخر لها الصف الاخر للجدول ناخذ الشيت
بس نشيك الشيت مالتنا، نلغي الدون سيف، نظهر الشيت الاخر اللي اصلا بمعادله. واحد من هذه الشيتات لازم تكون بمعادله. خلينا اجيب المعادلات واجي ارقم، يعني ادخل معادلات جديده وابدي الشغل عليها. واحد من هذه المعادلات. استاذ حسن العفو، الشاشه السوداء والخطوات اللي كنت تسويها ما ظهرت. نفس الشاشه سوداء؟ نفس السوداء بس قبل لحظه كانت موجوده، بس الخطوات اللي دا تسويها ما كانت تظهر. لحظه خلنا ارجع المشاركه من جديد. نعم. دكتور هاي كلها راح الغي المشاركه، اوقف وراح ارجع اشارككم من جديد. مشكلة عندي بالظاهر، مشكلة عندي بالحاسبة مو يمكم. ما بينت عندكم لحد الآن؟ لا ما ماكو شيرنج يا أستاذ، ماكو شيرنج. مشكلة عندي بالوالد. من دا اسوي شيرنج دا يسوي لي يطلع لي لم تتمكن منه. الآن دكتورة الآن نعم إيه ظهرت عندكم؟ نعم ظهرت. جيد، خلينا نرجع نشوف الخطوات. الآن إحنا عندنا هذه المجموع هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن M1 زائدا M2، المفروض بمعادلة، ولكن بما أنه الآن المعادلة مالته مخفية ما تظهر لي الآن، خلينا نشوف تشتغل المعادله لو ما تشتغل، يعني اذا اجمع او اطرح وراح اعيد لكم شلون يعني صارت فالان هو 16، لو نقول 8 زائد 10 راح ينطيني 18. يعني المعادله تشتغل ولكن هي المعادله شبيهه مخفيه، لو نضيف 20 زائد 10 راح ينطيني 30. طيب الان هذه المعادله اللي انا اخفيتها ارجع افتحها من جديد، لانه يعني انا اخفيتها، اروح المن ريفيو، اروح الان بروتكت، انه هذه هذا الشيت هو محمي فتتفعل عندك هذه الخاصيه. من قلت له اريد افتحه يقول لي انطيني الباسورد اللي انت اصلا حميت بيه، راح اقول له هذا الباسورد انا اللي حميت بيه. صح، الان الخيار تغير، البروتكت شيت تغير، كان ان بروتكت الان صار بروتكت. نرجع المعادله، الان المعادله ظهرت امامنا، الان المعادله ظهرت اللي هي عباره عن هذه الخليه زائدا هذه الخليه. الان نتابع هذا عمل هذه المعادله، نضيف نحذف عليها، يعني نجمع نطرح، الان اصبحت المعادله
تعمل وهي ظاهرة. طيب إذا أريدها مو ظاهرة ما تشتغل، يعني تشتغل ولكن غير ظاهرة، يعني غير لا يمكن الوصول إليها أو التلاعب عليها، التلاعب بها أو حتى مشاهدتها، نذهب إلى هذا الخيار نحددها، ثم نذهب إلى خيار الريفيو المعاينة، ثم هذه الطريقة الأولى، ثم نذهب إلى البروتكت يطلبون عندي باسورد، أدخل أي باسورد أني أشوفه مناسب، يعيد التأكيد على الباسورد، أأكد عليه، الآن أصبحت الخلية أو المعادلة غير فاعلة، غير فاعلة من حيث المشاهدة ولكنها هي مخفية، وبإمكاننا إحنا نشتغل عليها وندخل بياناتنا. خلينا نشوف بلياب، نشوف ندخل في البيانات محددة معينة ونخلي بيها أرقام جديدة دون أن نعرف أنه هناك معادلة موجودة في هذا الحقل. الآن المعادلة جاي تشتغل وجاي تأخذ بيانات مضافة لها دون أن تظهر هذه المعادلة على في شريط المعادلات. عندما نجي ننقر على شريط المعادلات يقول لنا ترى أنت هذه المعادلة يمكن النظر إليها لأنه أنت أصلاً حمايتها، فحتى نرجعها نرجع الحماية مالتها نذهب إلى عمود المعادلات، نذهب إلى الريفيو، ثم نذهب إلى الان بروتكت شيت ونبي ندخل اليوزر نيم اللي نحتاجه أو اللي دخلناه بالبداية، وحماية المعادلات راح ترجع، يرجع الشيت يتغير ثم ترجع المعادلة وتظهر أن المعادلة الموجودة أمامنا. فبعضهم يعوف المعادلة بهذا الشكل وإحنا نجي نشتغل على الشيت وتصبح عندنا أخطاء كثيرة. طريقة أخرى أيضا أنه الشيت اللي موجود بالأسفل ننقر عليه كليك أيمن تظهر لنا القائمة من خلال البروتكت شيت، راح أيضا أدخل الباسورد المطلوب، يأكد علي يريد الباسورد، راح أقول له نعم، ثم أذهب إلى المعادلة انخفت اللي كانت أصلا موجودة وتظهر وين في هذا الشريط الآن اللي اعترض وقال المعادلة مالتك محمية لا يمكن الوصول إليها. هاي الحالة الأولى اللي هي شنو، هي إخفاء المعادلات التي نعمل عليها دون المساس بها، تبقى هي فاعلة، والإخفاء إخفاء بعض البيانات، يعني عندي مثلا الأسماء مالتها تظهر على سبيل حدد البيانات المراد إخفائها، وثم أنقر بزر الماوس الأيمن. بالبداية لازم أفعل السيلز، من الآن السيلز الفورمات سيز سيلز ما مفعلة، لازم ألغي الحماية اللي موجودة على الشيت، أصلاً هو الشيت محمي، فأقول له إن بروتكت، يلا أقدر أغير عليه، الآن أصبح الشيت كله مفعل. أجي على البيانات اللي أريد أحميها كالأسماء أو كالشيتات، أروح على الفورمات سيل اللي هي الآن أصبحت فاعلة. ليش فاعلة؟ لأن كان بالأساس أعمدته محمية، في اللي هذا ما كنت أقدر أشتغل على الفورمات السيرنج. أروح على من؟ على البروتكشن. أول ما أروح على النمبر، أول ما أروح على النمبر الخاص بتنسيق هذا العمود أو هذه الخلايا الموجودة، أذهب إلى الكوستوم ثم أختار من الجنرال، أبدأ أحذف الجنرال وأضع بدل الجنرال ثلاثة فوارز منقطة، ثلاثة فوارز منقطة، بعض الإصدارات تأخذ فوارز بدون نقطة وبعضها تأخذ إصدارات منقطة، ثم نقول نقول له لهذا الأمر نعم تم إخفاء الأسماء اللي موجودة عندي، ولكن هذه الأسماء عندما أحتاج اسم من عدها أروح أذهب عليها وأنقر وتظهر لي الاسم دون أن تظهر لي هذه الأسماء في داخل هذا الشيت، حتى أروح أرجع الإخفاء
اروح على نفس العمليه واخلي جنرال ثم اضغط اوكي راح تظهر لي الاسماء الوارده في هذا العمود. طبعا توجد هناك بعض الكودات التي تقوم بفتح او كسر مثل هذه البروتكت. كثير من الكودات موجوده. بعض الكودات يعني عندما شافت شركه مايكروسوفت انه بعض الثغرات موجوده عندها في الاوفيس، في الاكسل، في الفيجوال بيسك، في الجداول، كانت قد عالجت بعض هذه الكودات. اكو كود كان عندنا مشهور معروف انه اي بروتكت موجود على اي شيت، هذا الكود موجود. اذا اشوف الان موجود عندي اظهر لكم اياه، بس مجرد يظهر لديكم راح اظهر لكم هذا الكود. الان خلينا نشوفكم الكود اللي هذا كنا نستخدمه لكسر او ايقاف حمايه هذا الكود. اعتقد هذا اذا ظهر قولوا لنا. ظهر عندكم؟ نعم. هذا احد الاكواد اللي نكتبه بالماكرو، اللي هسه راح نجي نحكي لكم شنو الماكرو وشلون نفتح به نستدعي هذا الكود الماكرو اللي يفتح لنا الشيت اللي احنا اصلا مصممين صفحتنا عليه. يعني هذا الماكرو كان يشتغل سابقا، بعدين شركه مايكروسوفت يعني بالاصدارات الحديثه قام ما يشتغل بها. بالاصدارات القديمه 10 يشتغل، 7 يشتغل، بالاصدارات 13 و16 و19 انتبهت الشركه لانه هناك ثغره بامكان هذا الكود يفتح هذه الحمايه، فغلقت هذه يعني الثغره الموجوده. هذا الكود كان مخليه بمودل، والمودل نستدعيه عن طريق الفيجوال بيسك على نفس الشيت اللي احنا نشتغل عليه، نخليه في مودل. مجرد نخليه في مودل نعطيه امر يبدي يشتغل يعني لفتره ثواني حسب نوع الشيت. كل ما تكون بيانات الشيت كثيره كل ما يكون فترة فتح الحماية أكثر، لأنه يحتاج زمن وهو يولد خوارزميات تبدي عنده خوارزمية، يعني عنده كود معين. هذا الكود يفتح كل الأكواد، ماستر مال كل الأكواد. كان يشتغل هذا الكود، أنا كنت محتفظ به حقيقة. جيت شيكت على 13 على 16 على 19 ما قام يفتح. فعندما يعني تراسلت مع احد الاخوان اللي موجودين قال لي انه هذا الكود قام ما يشتغل لانه الثغره اللي كانت موجوده في جداول الاكسل بال 2010 الان انغلقت بال 13 وال 16 وبال 19، وبالتالي اصبح الكود يعني ثقيل جدا. اذا تريد تفتحه لازم تخليه تقريبا حدود نص ساعه ربع ساعه يبدي يشتغل على الشيت الذي تم وضع حمايه له. هسه لو نستنسخ هذا الكود، خلينا نستنسخ استنساخ وراح نشوف شلون. الان راح نوقف العرض، راح نفتح لكم نافذه اخرى اللي هي نافذه حتى نشتغل.